السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو اليوم راح نتكلم عن الانتي دايابيتيك ميديكيشن. اولا راح نتكلم عن الدايابيتس ميليتس which is a chronic metabolic disorder characterized by elevated blood glucose concentration اللي هو يعرف بالهايبرغليسيميا، واللي السبب الأساسي في الهايبرغليسيميا هذه يا أما إنسولين ديفيشنسي أو إنسولين ريزيستنس من خلايا الجسم أو بوث إنسولين ديفيشنسي مع ريزيستنس. بالنسبة لأنواع الدايابيتس ميليتس في عندنا ثلاث أنواع أساسية، تايب 1 وتايب 2 والجستيشنال دايابيتس ميليتس. بالنسبة لتايب 1 اللي هو معروف باسم الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، طبعا هو السبب الأساسي فيه هو اوتو اميون ديزيز، انه يكون في اوتو اميون انتي بادي يفرزها الجسم، ف يعني اتاك البيتا سيلز في البنكرياس، فبالتالي التحطم يعني او تخلي البيتا سيلز الموجوده في البنكرياس كلها نت فانكشنينج، فما راح تقدر تفرز الانسولين. عاده يحدث في يونج ايج، يعني تقريبا بعد الولاده بفتره بسيطه، ويحتاج البيشنت هنا الانسولين ثيرابي. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو تايب 2 اللي هو الاسمه نن انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، عاده يكون بسبب ديكريز الانسولين سنسيتيفيتي من الخلايا، ويحدث في اولدر ايجز يعني تقريبا فوق ال 40 سنه، ويحتاج البيشنت يعني ممكن في البدايه يبدون معاه باورال هايبوغلايسيميك ميديكيشنز، بعدين 30% من البيشنت ايفنتشولي راح يحتاجون الانسولين ثيرابي. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الـ gestational diabetes mellitus اللي هو يحدث في خلال فترة الحمل. طبعا السبب اللي أرجعه أنه ليش يصير في diabetes أثناء الحمل، بسبب أنه في placental hormones تزيد الـ insulin resistance في خلايا الجسم، فبالتالي تكون المرأة الحامل يعني معرضة أن يجيها diabetes mellitus، فهم هنا يحتاجون الانسولين ثيرابي لانه يعني هو safest option، وان الاذر اورال انتي دايابيتيك ميديكيشن ممكن يكون فيها ريسك اوف تراتوجينيسيتي. بسبب الاماونت العاليه من الجلوكوز الموجوده في البلد، فبالتالي الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكميه الكبيره من الجلوكوز، فالشيء اللي راح يصير انه راح يطلع راح الكيدنيز تساعد الجسم عشان تخفف الاماونت في الجلوكوز، بانها راح تطلع الجلوكوز من خلال اليورين، فهذا الشيء اللي راح نلاحظه يعني على البيشنتس اللي عندهم دايابيتس ميليتس، انه راح يصير عندهم جلوكوز يوريا، ف يعني راح يطلع الجلوكوز مع اليورين. عادة المفروض ما يطلع اي اماونت اوف جلوكوز مع اليورين، لكن لو طلع من مع اليورين معناته انه في يعني البيشنت عنده مشكلة، ومن المشاكل اللي ممكن تصير فيه انه ممكن يكون عنده دايابيتس ميليتس. ايضا هذا لما يطلع الجلوكوز مع اليورين راح يسحب معاه الووتر، فراح يصير عند البيشنت ازموتيك ديوريسيس، يعني راح تزيد الديوريسيس عنده فيسوي بوليوريا، والبوليوريا هذه طبعا راح تزود الديهايدريشن والثيرست، فهذا يسمونه البوليديبسيا. فهذه الكلاسيكال سيمتومز اللي تصير عند البيشنت عادة، وأيضا إنه الإنسولين ديفيشنسي مثل ما إحنا عارفين، إحنا قلنا سابقا في الفيديو اللي نتكلم فيه عن الإنسولين أكشنز إنه الإنسولين هو أنابوليك هرمون، فلما يكون في ديفيشنسي بالإنسولين راح يصير في ويستنج للبروتين وبريك داون، وراح يطلع الشخص يعني شكله أنحف ويعني هزيل. بالنسبة للنوع الـ complications of diabetes mellitus، طبعا الجلوكوز لو تواجد بـ excessive amount في البلد لمدة طويلة له toxic effect على البزلز وعلى الخلايا الجسم بشكل عام، فهو راح يسوي نوعين أساسية من الـ complications اللي هي الـ microvascular complication والـ macrovascular complication.
المايكروفاسكولار كومبليكيشن تشمل الريتينوباثي، النيوروباثي، النيفروباثي سوري والنيوروباثي. والماكروفاسكولار كومبليكيشنز اللي هي تشمل الكورونري ارتري ديزيزز، فالدايابيتس يزود الريسك بشكل كبير للهارت اتاك والانجينا والمايكارديال انفاركشن وهذه الاشياء. وايضا يزود الريسك للكلوتس في البرين، فيزيد الريسك اوف الستروك والسيربروفاسكولار اكسيدنت. عادة البيشنت إذا دايجنوست بالدايابيتس ميليتس يبدون معاه خصوصا إذا كان تايب 1 طبعا على طول يعطون الإنسولين ثيرابي. بالنسبة للتايب 2 يبدون معاه بالدايت والإكسرسايز ويقللون الأمونت أوف كاربز والشوغرز في الدايت حقه، وبعدين ممكن يضيفون له الأنتي دايابيتك ميديكيشنز. بالبداية راح نتكلم على الانسولين ثيرابي. قبل ما نبدأ بالانسولين ثيرابي راح نتكلم عن مفهومين أساسية لازم نعرفهم، اللي هي البيزل والبولس انسولين. وش نقصد بالبيزل انسولين؟ البيزل انسولين هو الاماونت اوف الانسولين اللي تفرز من البنكرياس طوال اليوم سواء الشخص اكل او لا. طبعا هذه فائدتها انها تحافظ على مستوى السكر في الدم طوال اليوم. بالنسبة للبولس إنسولين هذا الإكسترا أماونت أوف الإنسولين اللي تفرز بعد ما يأكل الشخص أي وجبة من الوجبات في اليوم. طبعا فايدتها أنها تحافظ على مستوى السكر في الدم بعد الوجبات. بالنسبة للإنسولين ثيرابي عندنا تقريبا 5 أنواع من الإنسولين. عندنا short acting, rapid acting, intermediate acting, long acting، وفي نوع جديد اللي هو ultra long acting insulin. بالنسبة للshort acting insulin المثال عليه اللي هو الانسولين regular. الانسولين regular هذا تقريبا عنده نفس الشكل حق الhuman insulin وact as a bolus insulin، يعني يغطي الميل تايم insulin. يبدأ الأكشن حقه تقريباً بعد 30 دقيقة ويستمر إلى 4 ساعات. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الرابيد أكتينج إنسولين. الرابيد أكتينج إنسولين هذا عبارة عن إنسولين أنالوج، يعني ما هو نفس الشكل حق الهيومن إنسولين، مسوين عليه تغييرات بالستركتشر، مغيرين أمينو أسيد بأمينو أسيد ثاني بحيث أنه تتغير الخصائص الفيزيائية للإنسولين. فهذا مثلاً في حالة الرابيد أكتينج إنسولين خلى الإنسولين أسرع بالأكشن من الريجولر إنسولين. فعندنا الإنسولين أسبارت، الإنسولين إسبرو، والإنسولين جلوليزين. هذه الأنواع من الإنسولين يبدأ الأكشن تقريبا بعد 5 دقائق 10 دقائق من أخذ الإبرة، بعكس الإنسولين ريجولر اللي يبدأ بعد 30 دقيقة. بالنسبة لي طبعا الرابيد أكتينج إنسولين، الإنسولين هنا أكت أز أبوليس إنسولين، يعني يغطي الميل تايم إنسولين. في حالة الإنترميديت أكتينج إنسولين عندنا مثالين اللي هو الإنسولين MBH والإنسولين لنتي. طبعا هذه الإنسولين هي عبارة عن نفس الهيومن إنسولين اللي هو الريجولر إنسولين، بس حاطين معاه بروتامين في حالة MBH، وهنا حاطين معاه زنك في حالة الإنسولين لنتي. ليش يحطون معاه البروتامين والزنك؟ عشان هذه البروتامين والزنك تخلي الانسولين انسوليبل، فبالتالي يصير شوي شوي يطلع، مو زي الانسولين ريجولر يطلع دفعة واحدة من يعني هو يحقن في السبكتينيس تيشو، فبالتالي على طول يروح للدم. هذا في حالة الريجولر انسولين. لكن في حالة الانترميديت اكتينج انسولين هو مو على طول يروح الدم، يطلع شوي شوي، فكأنه البنكرياس ميمك البنكرياس. في الام بي اتش والانسولين لنتي هذه انترميديت، الاكشن حقها يوصل الى 12 الى 20 ساعه الديوريشن حق الاكشن حقها. طبعا هي اكت از بيزل انسولين، يعني في حاله الاشخاص اللي عندهم مثلا تايب 1 دايابيتس ما يقدرون ياخذونها لحالها، لازم ياخذون
شورت اكتنج انسولين او رابيد اكتنج انسولين معاها عشان يغطي الميل تايم. بالنسبه لللونج اكتنج انسولين عندنا نوعين اساسيه اللي هو الانسولين لارجين والانسولين ديتمر. طبعا هذه تغطي الانسولين طوال اليوم، يعني تقريبا هي كفر ال 24 ساعه. والانسولين نفس الشيء يطلع شوي شوي للدم، ما يطلع دفعه واحده، فهو ايضا ميمك البنكرياس. فبالتالي هذا الشيء، وايضا هو يطلع بدون بيك، فله ميزه على الانترميديت اكتنج انسولين، لان الانترميديت اكتنج انسولين لها بيك، يعني يرتفع فجأة الخروج يعني حق الانسولين من التيشو للبلد، يطلع شوي 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 بعدين فجأة يطلع دفعة واحدة، فهذا يخلي الأشخاص ممكن معرضين أن يجيهم هايبوغليسيميا. بعكس اللونج اكتنج انسولين، اللونج اكتنج انسولين يحافظ على نمط، يعني أنه يخرج بمعدل ثابت ما يصير فيه بيك. فاللونج اكتنج انسولين أيضا أكت أز بيزل انسولين، تغطي طوال اليوم. فمثل ما قلنا، إذا كان الشخص عنده تايب 1 دايابيتس ما ينفع ياخذ اللونج اكتنج بس، لازم ياخذ معاها رابيد اكتنج أو شورت اكتنج انسولين. بالنسبة للألترا لونج اكتنج انسولين اللي هو طبعا انسولين جديد اللي هو اسمه الانسولين ديجلوديك، الانسولين ديجلوديك هذا انسولين يستمر مفعول لمدة تقريبا 48 ساعة، فبالتالي ممكن يغطي يومين. يعني في حال نسى الشخص انه هي ابره، يعني ابره تؤخذ يوميا، لكن هذا يوفر ادفانتج انه في حال مثلا نسى الشخص انه ياخذ الابره في يوم، يكون عنده مخزون من الانسولين يقدر يغطي هذا اليوم. بالنسبه للانتي دايابيتيك ميديكيشنز عندنا 3 كلاسز اساسيه، الانسولين سكريتوجوجز والانسولين سنسيتايزرز والأذرز. الأذرز طبعا هذه كلاسز ثانية ما نقدر نصنفها ضمن الانسولين سنسيتايزرز ولا ضمن الانسولين سكريتوجوكس. بالنسبة أول شيء الانسولين سكريتوجوكس، طبعا سكريتوجوكس جوكس يعني agent، وانسولين سكريتو يعني agents تحفز السكريشن of الانسولين. فبالتالي الagents هذه اللي هي السلفونايل يوريا والميجلتينايت. الكلاس الثاني اللي هو الانسولين سنسيتايزرز، طبعا هذه ايجنتس تزود السنسيتيفيتي اوف التيشوز للانسولين، اللي هي البايجونايتس والثايزوليدين ديون او الجليتازونز. الاذرز عندنا الانكريتين بيست ثيرابي والاس جي ال تي 2 انهبيتورز اللي هو صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر انهبيتور. والانكريتين بيست ثيرابي عندنا تو مين كلاسز اللي هو دي بي بي 4 انهبيتورز والجي ال بي 1 اجنست.